احمد واكلم خلوف. سيب احمد وتكلمي مين؟ خلوف خلف يعني خلوف. برضو ده معاه فلوس قوي. ايه يا بنتي؟ بقول لك معانا الشيخ طه القريبي، ولا خلوف ولا خليفك، واحد طلع منه مصلحه حلوه سبوبه، ننجز المصلحه ولا لا؟ ايوه لو معاه فلوس اوكي. معاه فلوس وهنعمل منه المصلحه، بس زي ما اتفقنا. اي حد جاي منه مصلحه شغال. اسمع اللي بقولك اسمع عليه. اول شرط اخر نور حبيبي، تمام؟ حبيبي لما يجي هو يتجوزني عرفي، لما هو يسافر تجي انت قبل ما تخش معايا تتجوزني عرفي انت كمان. انا ما بحبش اعمل الحرام. ايوه لا ماشي، بس هو هيجي يقعد شهرين، هتقعدي معاه شهرين. هو بيحب الرقص ولا مش بيحب الرقص؟ بيحب الرقص ولا مش بيحب الرقص؟ قول لي. انا مش عرفني، هو انا رقصت له قبل كده؟ هو راجل بيحب يشرب ويتدلع، الشرب مالكيش دعوه بيه عليا. انا هاخد منه الفلوس واجيب له كتير لحد عنده. حلو، اهم حاجه الراجل بيحب الدلع. طب انا ايوه شفت الرقبه. انا عايز اسالك سؤال. اسالي سؤال. هتجاوبني بصراحة ومن غير كلام بذيء، تمام؟ قولي. هو بيحب طيبة القلب. ايه؟ بيحب طيبة القلب. بقول لك ايه؟ ما صوتك بعيد يا جمانة، ما تقبلي السماعة يا جمانة بعد. بقول لك هو بيحب طيبة القلب كبيرة ولا صغيرة؟ جمانة ما تقبلي السماعة بعد يا ابني، ما عنديش السماعة أصلا، بكلمك من التليفون. لازم صاحبتك يسمعوا الحديث اللي داير بيننا. ما انا حاطه التليفون في وداني. خليكي كده عبيطه، خليكي كده عبيطه، وخلي صاحباتك كده ايه عارفين انت بتعملي ايه وجايه منين ورايحه فين، ويبصوا لك في رزقك. لسه ما اتعلمتيش يا جمانه، انت محتاجه درس مني يا جمانه، اعلمك كل حاجه. بصي يا جمانه، مفيش حد يحب الخير لحد. اقرب صحاب ليكي والله يا جمانه بياكل معاك عيش وملح، وهتلاقيهم مش بيحبولك. اسمعي اللي بقول لك عليه، عارف خاصة في الماديات. عارف انا نفسي ادم في مصلحه وفلوس. فاهمه؟ عارف انا نفسي في ايه؟ اسمعي اللي بقول لك عليه. عارف نفسي في ايه؟ مش هتضحك عليا؟ مش هضحك عليك. قول والله العظيم مش هتضحك عليا. والله العظيم مش هضحك عليك. بس الحاجات دي نفسي اعملها معاك انت، مش مع الشيخ. نفسي كده اسمع، اعملها معاك انت مش مع الشيخ. مش قد يا جمال، صوتك بعيد يا ولد. انت مش قد. انت اسألني ايه الحاجة الاول. انت مش قد يا جمانه. اسالني ايه هي الحاجه الاول. جمانه عارفه عيبك في ايه؟ اسالني يا اله الا الله يا ابني، اسالني ايه هي الحاجه الاول. يا جمانه حط التليفون على ودنك. طيب بعد اذنك بقول لك، اسالني ايه هي الحاجه اللي انا عايزاها. ايه الحاجه اللي انت عايزاها؟ بس معاك انت مش مع الشيخ. بس قول والله العظيم مش نفسي كده اغمض عينيا وافتح دراعاتي كده، وتجي انت تحضني من ورا وتحضني. اسمع سيبني اكمل، علي صوتك عشان اسمعك. وتحضني من ورا اكون انا مغمضة عليا كده، وتبوسني في رقبتي بوسة خفيفة. لا
بصني بوسه قويه بقى. مش كده مش كده يا أحبة، مش كده يا مقصوف الرقبة، كده كده. أوكي. لا غير الكلام ده، أزعل منك. اسمهم رومانات، رومانات، اسمهم رومانات.